الخبر من اهم البرديات لانها بتكشف عن اقدم ميناء. وتم اكتشاف برديات تعتبر الاقدم برديات مكتوبه في مصر، اكتشفت حتى يومنا هذا بالرغم من اكتشاف برديات قبل كده انها غير مكتوبه، فدي برضو اهميه ثانيه. والاهميه الاكبر ان هي بتحكي لنا يوميات والعمال اللي كانوا بيشتغلوا في المنطقه، واللي كانوا غالبا هم نفس العمال اللي كانوا بيشتغلوا في الهرم الاكبر للملك خوفو في منطقه الجيزه. فهذه البردية أعطتنا معلومات قيمة جدا عن كيفية إدارة ميناء في عهد الأسرة الرابعة، ومدى النشاط الكبير الذي كان يحدث في هذا التوقيت المبكر من تاريخ مصر.